لحنا نندبوا على رواحنا في هذا المجلس. أساسين سوف ما عادش نجم يمشي. قال باع حبة حبة. خراب خراب. مش تقولين أبو قرنين من. أنا مخطئ. ستوب يزي من الفوضى. الأنبوب ولا مهر الداخل الشيخ. ينبغي أن ننمي إجماع. قلنا أوه هكذا أرادت الله وأراد التاريخ. ستوب. عاصمتكم أهلا وسهلا بكم في الكاميرا. اليوم مش نبدأ حلقتنا باستقبال هشام المشيشي في وزارة التجهيز، وين هو داخل البيرو وزير التجهيز خلطنا عليه بالكاميرا وسألناه على حاجة قديمة شوي. سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس الحكومة، هل تسلمت السلامة بسلامة المسلم؟ هذا كان هشام المشيشي وهو داخل بيرو وزير التجهيز. لكن الزيارة بدأت من برا من ساحة الوزارة، وقت اللي موظفي الوزارة كانوا مش يقفوا فرد صف باش يستقبلوا رئيس الحكومة وهو داخل. عملية تنظيمية نسقها واحد من إداري وزارة التجهيز، واللي قبل ما يوصل رئيس الحكومة كان حاول ينظم الصف بطريقة هذه. أخير واضحة وبسيطة، أعضاء الديوان، مديرين عامين، مديرين ولي بي دي جي. أكيد بسيطة العملية، ما تستحقش أن نعودها. انتم اعضاء ديوان ولا مدير عامين ومدير عامين بعد اعضاء ديوان؟ هاي شنو سد الاطارات تو؟ ما قلنا من الاول اعضاء ديوان، مديرين عامين، مديرين البي دي جي، ما نعاودوش عاد. توصل له زير عدتو ها؟ وبوكي نوار في جرته، ما نتصورش باش نعاودو مرة أخرى. فهمتوا علاش الورقة تبطى في الإدارة التونسية؟ نرجع ندخل للإدارة، وين وقت اللي دخل رئيس الحكومة البيرو وزير التجهيز، واحد من الموظفين مشى للمديرين العامين والإدارات وقال لهم إنه زايد يقعدوا في وسط الصالة والدنيا هكا مسكرة شوية في إطار الإجراءات الحمائية من فيروس كورونا، قالوا تنجموا تستناوا لبرا، لين يكمل السيد رئيس الحكومة مع وزير التجهيز اجتماع صغير بالصيف ساعة، وبعد يرجع يدخلوا باش يعطيهم كلمة ويحكيوا على الإيزون في ميلدو اللي خذته وزارة التجهيز، وباش يوصلهم المعلومة هذه قال لهم الخطاب القصير هذا. 20 كله الا انه الموظف التونسي يعرق. العرق لا، باش نواصلوا مع وزاره التجهيز وين فما الحيط الكبير اللي فيه تصاور نتاع الوزراء السابقين الكل، كل وزير في عنده تصويره نص مع اسمه، بسيطه تصويره نص عاديه واسمه والفتره اللي عدى فيها فتره الوزاره. إلا وزير بركة في الأخير ركزوا معاه. سيادة معالي وزير التجهيز والإسكان، والتصويرة تقول في بيرو رئيس الجمهورية، شد شهرين برك ذي. نخرج من الوزارة ونمشيو إلى محاول المطار، وين رئيس الحكومة وزير التجهيز عملوا زيارة غادي على عين المكان بحضور الولاد وبحضور المقاولين، وحبينا نعرفوا ونسمعوا من عند وزير التجهيز وقتاش تحضر القنطرة. أنا في الخدمة تبارك الله، أول ما جيت فضت ويا وقتاش قال لي فضت تربي شهرين يبدأ نضيف مش كامل نضيف مش كامل. إيش معناها نضيف؟ سايقوه معناها بمحاول مطار، ونحكيو على مشروع نستنوا فيه عنا برشا قدام مطار تونس قرطاج. القناطر هذيك كل زعمة وقتاش تحضر؟ تراه رئيس الحكومة زيد يمشي معانا، حاول تعطينا دات تراه.
لا وسا كومونس ا بروندر فورم هذا هو فوالا هذا ما فيش مطار اول حاجه نشوفها ان شاء الله قدام كيما تبعدوا على الايماج تاع البرمون هناك تخرج من المطار هكا تبدا تعطي ايماج تاع فوضى شوي هكا هي تعطوني كيما لي غران كابيتال المهم هي الايماج صار مش المهم وقتاش يحضر بطبيعتنا عاملينه باش تفرجوا عليه توريست مش باش تعداو منه الكراب باهي وزير التجهيز كيفاش كان حواره مع رئيس الحكومه خاطر كي صورناه نحينا الصوت وحطينا صوت اخر ظهرت قد قد ليش لك لوحات اللوحة الأولى كاي الميترو صبحة مليح ثانية عملها ملوكة في الدين مش المعاون ما تحت على الخدامة نمشي لموضوع آخر نحكيه على استقبال كبير صار ما بين وزارة التربية ووزارة المالية وإدارات البنوك التونسية أغلبيتها خنقوله التعاون هذا كان لأجل إصلاح وترميم المدارس التونسية قالوا أنه فما برشا مدارس تحتاج الترميم حتى في أسوارها بركة لكن ميزانية وزارة التربية ما تسمحش هذاك علاش البنوك وفي اتفاقية مع الحكومة التونسية وعن طريق وزارة المالية ووزارة التربية قرروا أنهم يتكفلوا بالمهمة هذه اتفاقية مهمة وقت تصوير وتصحيح الاتفاقية وزير التربية تقريب مساحش لا ظهر فيها اتفاقية مبروكة إن شاء الله ظهر من نواصل نشوفه مع وزيرة أخرى اللي زاد نسات البافيت أما الوزيرة هذه هي في إيفنمون آخر إيفنمون مكلف بشؤون البحر من تنظيم كتابة الدولة لشؤون البحر نعم عندنا في تونس حاجة اسمها كتابة الدولة لشؤون البحر شهدتها مدام أسماء السحيري اللي كانت وزير المرأة قبل والإيفنمون هذا كي حضرنا فيه ملول أول حاجة لاحظناها أنه مدام أسماء السحيري ماهيش لابسة البافيت حاولوا ينقذوها في الآخر كل أسف خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة خاصة في تراجع مردودية ونجاع الخدمات مثل النوال والمقارنة بالمواني في البحر المتوسط. أعادت وزارة النقل واللوجستيك استراتيجية قطاعية كما قلت مدام احنا كل واحد يخدم وحده وذلك علاش عملنا استراتيجية متعمرة قطاعية تهدف بالأساس إلى رفع مزي بالتحكم في السلسلة اللوجستية للنقل ودعم المنافسة وخلق القيمة المضافة والمساعدة على جذب الاستثمار الخارجي وإحداث مواطن شغل. صح البافيت مدام اللي كان يتكلم في الكونفرنس وقت اللي السيدة أسماء السحيري تلبس البافيت هو السيد معز شقشوق وزير النقل سيد وزير النقل هو خارج أكيد ما نجموش ما نسألوش على ألفة صباح الخير شو أحوالك؟ شو حالك؟ اخترتونا شكون شي فرق الشوكولاتة اللي مات في تونسير ولا مازلت؟ استناو راه لاباس لاباس ثما كان خير ان شاء الله عندنا اجتماع العشية مهم في تونسير وما ثما كان خير ان شاء الله وشنو حكاية الكمين؟ اعتقال والله ما نعرف قلت تقول في امريكا ماهيش في تونس قلت كلمت كلمتك الصباح وقلت لها اللي تي بي دي جي وبعد شويه كي وصلت قالوا لها رد بال ربي احنا طلبنا احنا ماشي نمشيو لوزاره بلا وزير وزاره البيئه والشؤون المحليه الوزاره هذه اللي قامت بتوزيع 34 سياره على الشرطه البيئيه وزير التجهيز والاسكان هو وزير البيئه والتنميه المحليه بالنيابه كان حاضر وقبل ما يبدا ويلقي خطبته كانوا الاداريين ينظموا في رؤساء البلديات اللي كانوا حاضرين باش يتسلموا السيارات هذه وهذه اللقطه الاولى اللي صورناها لكم قبل نزول الوزير مرحبا بكم في الوزاره
عندكم علامات هناك كذا راهو مانع تتخذوهم منه تباعد ومنه باش نقول تشوفوا الوزير ونشوفوا الجثه البيئيه حاولوا قدر الامكان تساقوا بعض السيارات باش تبداوا السادة رؤساء البلديات رأي خطبة الوزير ماهيش خطبة جمعة نواصلوا باش نشوفوا حالة بحالة نشوفوا البلديات مثلا بلدية قلعة السنان اللي أبرامو رئيس بلديتها عنده قضية في الوزارة بلدية قلعة السنان لا حسب تقضات القضية انت اعطيته بالظهر منه هو نمشي بلدية أخرى بلدية الوردانين ونعرف أنه زميلتنا في منوعة جوديتو أمينة ستا هي عضوة في المجلس البلدي في الوردانين أول ما وصل قدامنا رئيس بلدية الوردانين سألناه على أمينة بلاد مناصلة هذه الوردانين أمين أستا تحضر في المجلس البلدي يا حسين تحضر أمين أستا في المجلس البلدي نخلطوا الأهم حاجة في الإيفنمون واللي هي كلمة وزير التجهيز واللي هو وزير البيئة بالنيابة دونك في البداية سوليني في البداية نرحب بالأخوين الكل اللي جاو دونك كيف كيف السيد عدنان مصيدة اللي هو ولا بارتنير معنا في كل شيء دونك نتعاونوا مع بعضنا اللي هو ولا بارتنير معنا في كل شيء دونك نتعاونوا مع بعضنا لا سيد الوزير هذيك في الباركينج مش في الاتفاقيات تراها مثلا سيد الوزير ماك تعرف مثلنا الأعلى توانسة كله رئيس جمهورية سيد رئيس صلح السيد الوزير التجهيز ترى لي رابور دو لا تونيزي افيك نو بارتنير تراديسيونيل سون توجور d'excellents rapports, de nouveaux horizons pour eux dans des rapports avec nos partenaires, nos amis entre la Tunisie et son partenaire traditionnel dans différents domaines. هذا كان رئيس يقول لك كلام على الوزير الواشع. وسيد رئيس راهو ينجم يغلط في أي حاجة إلا الدستور. كي تحكيوا على الدستور الرئيس إجاباته واضحة وصريحة حتى بالفرنسي. Moi, je me tiens à la Constitution, à la lettre de la Constitution. Il y a la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. وهكا نتأكدوا أن قيس سعيد هو أكثر رئيس كونستيتيوناوي عرفوا تاريخ تونس. نمشيوا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل مع نور الدين طبوبي اللي كان ضيف حاتم بن عمارة في يوم سعيد في الإذاعة الوطنية. ووقت اللي هما في اليوم السعيد جاء الخبر اللي ما نعرفوش هل هو سعيد أو لا بالنسبة لطبوبي هو خبر إقالة ألفة الحامدي. خبر يقوله حتى بن عمارة في المباشر لنور الدين طبوبي هل وقع في نهاية الأسبوع ولا البارحة أعلامك أنه سيقع اليوم إقالة الرئيس المديرة العامة للخطوط الجوية التونسية لا علم لي بذلك ومع ابتسامة لا علم لي بذلك ومع ابتسامة هو من الضحكة تفهم كل شيء حسين نور الدين أخي السيدة المديرة العامة ذي السابقة بتاع تونسات شكون جابها؟ وانه واللي جابها اليوم حتى صاحب السي 5 اللي كان وزير نقل عنده مساهمه فهمني في الشيء هذا الكيو 5 الكيو 5 سينو دي مش سي 5 اش بكم انتم مع البارتنير والسي 5 ودنيا اش بها باهي سينو دين تقريبا حكيت لنا قصه قصيره حزينه نعاودوا نسمعها مع بعضنا حول تاريخك في الاجتماعات مع الوزراء انا باش نعطيك اليوم الناس اللي نافده انا وقعت لي حاجه ما ننساهاش في حكومه السيد مهدي جمعه كانت عندي جلسة مع أحد الوزراء في الجلسة جاء متعلقة بمؤسسة من المؤسسات من العائلات النافذة واللي ديما تحب هي تحط وزير المالية وزير الصناعة وزير الطاقة وزير التجارة فما ننساش الموقف هذاك وقت اللي دخل السيد الوزير قال له صباح الخير يا سي فلان اش يرد عليه سي فلان هذا يقول له صباح الخير يا فلان مش يا سي صباح الخير يا فلان وتوا رجع يخدم عنده فهمت زعما شكون سي فلان الوزير ولا الوزير بون هذه تجربة ديمقراطية مازالت ناشئة شوية مازالش تصيروا حاجات كيما هكا تجربة ديمقراطية ونشأتها يحكي لنا عليها السيد راشد الغنوشي في حواره مع محمد اليوسفي
تونس هذه يعني ينبغي أن يكون واضح أنه مراحل الانتقال الديمقراطي الأزمات فيها لا تكون استثنائية وإنما هي أمر عادي، والإنسان حتى ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والرجولة يمر مرحلة مراهقة. إيش معناه؟ معناها تجربتنا الديمقراطية ناقصة رجولية؟ هكا تقول؟ باهي سي راشد، أنت مساعيك لاستكمال الرجولية لاستكمال التجربة الديمقراطية كيفاش كانت من قبل وحتى تو؟ رؤساء ثلاثة أحزاب يجتمعون أسبوعيا يتعشاوا مع الرئيس ويتناولوا أهم المشكلات، أهم المشكلات المطروحة في ذلك الوقت. في الحقيقة في وقت رئيس الحكومة الفخفاخ اقترحت واقتنع بهذه الفكرة واقترحناها على الرئيس، جمعنا الرئيس مرة في رمضان فقط ولم تتكرر. تو سي راشد جاي تحكم ولا جاي تتعشى انت تو؟ بالليل عاد تكلم، عملوا كيس نور الدين البحيري وقت اللي لطفي العماري في التاسعة ينقد فيه. كيفاش جاوب؟ قسمات وجهه. تفرجوا. أما في الدول التسلطية الاستبدادية تلقى الأحزاب الخارجة حسابات مع رئيس الدولة. حسابات واضحة وصريحة. لو أنه جيتوا فعلا تحبوا توروا معناها قيمتكم وحضوركم الميداني وفي الشوارع وقتها اختفيتوا واختبأتوا. شفنا التعتيم، شفنا التعتيم، شفنا التعتيم. خليني باش أنهي. شوف التعتيم الإعلامي الكبير اللي تم التعامل به مع تحرك متاع الدستوري الحر. يفرق يمشي واحد آخر من هذا اللي استعمل فوكابيلار سبيسيال خاص به هو ديما وحاول أنه يعاوده قداش مرة باش يأكد مواقفه. وتحول بالامر الواقع من رئيس الجمهوريه الى الاصل في الاشياء موقعه وتعاون الاصل في الاشياء ان تقوم العلاقه الاصل في الاشياء راهو رئيس الجمهوريه. الاصل في الاشياء معناها تنتخب رئيس الجمهوريه. الاصل في الاشياء الاصل في الاشياء الاصل في الاشياء وفي نفس رفيق عبد السلام الاصل في الاشياء نسجل الوسط. الاصل في الاشياء هذا الاصل في الاشياء على كل حال هذا موضوع نتاع نقاش في المستقبل. نلخص لكم، يحب يقول سي رفيق عبد السلام انه النهضه عمرها ما كانت في خلاف مع قيس سعيد. احنا مانيش في خصومه مع رئيس الجمهوريه، والدليل على ذلك احنا جزء من قاعدته الانتخابيه. هو الموقف المتصلب نتاع السيد رئيس الجمهوريه. الرئيس الجمهوريه عنده مشكله مع حركه النهضه، السيد رئيس الجمهوريه اختار انه يكون جزء من هذا الصراع. الرئيس عمل خيارات غلطه. المشكله نتاع رئيس الجمهوريه عنده موقف سلبي من الاحزاب، رؤيه رئيس الجمهوريه وتمشي رئيس الجمهوريه، والازمه هي هناك. ولكن غامض رئيس الجمهوريه. يا رئيس الجمهوريه غايب على كل المحطات الاساسيه. من دخل السيد الرئيس هو في خصومته في معركة الصلاحيات وتأويل الدستور. سيد رئيس الجمهورية عنده تأويل مشوه للشخصية الأكبر. مشى رئيس الجمهورية الثكنة عسكرية ساعتين متاع الصباح. ودي سيد رئيس الجمهورية لا مقتنع بالثورة. يعني التمشي متاع رئيس الجمهورية فيه خطأ. للأسف السيد رئيس الجمهورية رجعنا للمربع الأول. راي الدوام المسوجن داخلين فيه والعقلية متاع السيد رئيس الجمهورية. لأن رئيس الجمهورية لا يؤمن بالتوافق. سيد رئيس الجمهورية خارج إطار الدستور. والمشكلة سيد رئيس الجمهورية عايش غيبوبة. رو السيد قيس سعيد معناها نحن نظام معناها على مقاسه. المشكلة سيد رئيس الجمهورية يحب يمد ساقيه. احنا رانا ما عندناش خصومة شخصية مع سيد قيس سعيد. هو تحسه قيس سعيد بالنسبة للنهضة هو كيفاش فليو. الكلمة دي تقريبا استعملها قيس سعيد في اجتماعه مع السفراء مرة ولا زوز. On a parlé à plusieurs reprises avec un certain nombre de représentants de l'Union européenne comment mettre fin à ce fléau. À ce fléau qui existait, mais qui a pris d'autres formes. Et ce fléau n'est pas moins important qui sont derrière cette, ce fléau, de cette main-d'œuvre, de ce fléau. Bien sûr, il y a des réseaux qui ont bénéficié, mais les causes principales de ce fléau, qu'on peut faire face à ce fléau de la corruption et on ne peut mettre fin à ce fléau qu'avec... On a besoin d'une volonté politique ferme concernant ce fléau. بالفليو حلقة اليوم وفات. الله لا يوريكم فليو. نتقابل الجمعة الجاية على نفس القناة في نفس التوقيت.